محمد يعني انت بتبقى سعيد ومبسوط ومنبهر كده انك انت بتشتغل في ناديك اللي رباك اللي عمل لك اسمك. غير كده كمان ان ناديك ده اللي بيكبرك بيجيب لك بطولات. تخيل انت محمد يوسف في كل المحطات اللي اشتغلها خارج النادي الاهلي ايه كانت نتائجه ايه؟ صحيح يعني صعب جدا. سمير جاب لنا لقطات من اثيوبيا اثناء صلاه الجمعه. بص يعني الحقيقه هناك حاجه جميله يعني صلاه الجمعه والناس بيتوضوا من الطرمين يعني من الحاجات البلاستيك الصغيره الابري البرادات براد كبير. النقطه كمان المهمه اميدو اللي بتحسب بصراحه للجهاز كمان محمد يوسف والاستاذ عبد الحفيظ الحته الاداريه كابتن عادل وسمير عدلي المتابعه اللي قبل المشوار ده دي اللي بتنجح الجانب الفني على طول كده بصراحه. الاهلي على طول الجميله اللي بيقوم بيها طبعا رجالتنا اذا كان سيد عبد الحفيظ عند كابتن سمير عدلي يعني حاجه سمير عدلي بصراحه بيقوم بدور بشكل كبير جدا. حته الملاعب ميدو تنظيمها التغذيه الاكل الصالات الفندق كل ده بيوفر على لعيبتك مشقه كبيره يعني. النقطة الثالثة زي ما كابتن عادل قال الاكسجين مهم جدا يا ميدو ان احنا ناخد بالنا. ليه بقى؟ اقول لك ليه؟ لان في بعض الاقاويل كابتن عادل بتقول يمكن عيابنا احنا نروح قبلها باسبوع والبعض كان يقول لك نروح قبلها ب 24 ساعة. احنا النهارده يمكن الظروف اختلفت روحنا قبلها لا يا كابتن تروح قبلها بفترة ب 72 ساعة. انا عايز اقول لك احنا زمان كنا بنروح مع انبي مع الاهلي يا ميدو احنا زمان بنروح ب 10 ساعات بنروح قبلها غصب عننا ما كانش في الا رحله واحده عشان الرحله جميله رحله واحده نطلع قبلها باسبوع. اقول لك على موقف اقول لك لما رحنا في مع ايمن جورج في افريقيا فهم قالوا خلي بالكوا هتروحوا مش هتعرفوا تنفسوا. فانا دخلت الفندق لقيت الدنيا جميله وكان اوتيل رهيب يا كابتن عادل اكيد حضرتك كان اوتيل واحد هناك رهيب طبعا. انا استغربنا ازاي الاوتيل ده كان موجود في اثيوبيا. رحت لقيت نفسي بتنفس عادي ولقيت لعيبه بقى اتخنقت يا جماعه في ايه يا جماعه اللعيبه الفرافير دي. المهم طلعت الاوضه بالليل قمت والله العظيم يا كابتن عادل اكلم الدكتور بموت نفسك مكروش بموت لا مش مكروش بموت مش عارف اتنفس جاوب لي بسرعه بقى لا موضوع صعب طبعا. فلما تروح تتعود قبلها بكام يوم فين الادب في سطح البحر طبعا. موضوع صعب يا كابتن عادل موضوع صعب. وكمان ما بالك وانت بتلعب ومحتاج بقول لك بننزل احنا رحنا لما لعبنا كاس سوبر افريقيا مع الاهلي انا نازل اللعيبه التوانسه بيقولوا ما تجريش احنا مش هنجري وانتوا بتجروا والله العظيم احنا عايزين ماتش يخلص خلاص. كان النجم الساحلي يا عشان كده لا تجروا انتوا ولا نجري احنا مشوا الموضوع وخلاص يعني نخرج سوليه. يعني عايز بس ارجع لحته يوسف اللي انت سالت عليها سالت فيها هو شرف لاي حد انه يمسك اي حاجه في النادي الاهلي دي مش هتقلل منه بل بالعكس اي حته جوه النادي الاهلي هتزودك. محمد يوسف اساسا ما تعرفش وما عملش اسمه في مجال التدريب او كمدير فني. انا كنت عايز اخد الجزئيه دي بس انا عارف من خلال يوسف اختار كده فعلا خلاص من خلال يعني وبعدين من غير ما يفكر ما تنساش برضو ان هو برضو مع الراجل اللي كان مدرب عام ومدير كوره لا والراجل اللي موجود ده كمان اللي جاي برضو راجل له خبراته له وضعه له اسمه برضو تجربه جديده بالنسبه ليوسف يتعلم منه برضو. لا ويوسف يعني ما عادش قليل خلاص يا كابتن حشيش انا عارف طبعا يوسف خد بطوله افريقيا طبعا خد ارفع البطولات الافريقيه المدرب الدوري المدرب لغايه ما يموت هيتعلم اكيد لا اكيد انا بتكلم كمان لازم. على التقل اكيد يعني انت فاهم ازاي كله بيتعلم اي حاجه هيتعلمها. لو رجعنا طبعا للماتش يوم الاحد طبعا انا شايف ان مباراه صعبه للظروف الخارجيه اللي احنا قلنا عليها ده بيستلزم طبعا عده حاجات لازم تتعمل. اولا خبرات النادي الاهلي لازم تظهر في الماتش ده خبرات النادي الاهلي يعني تظهر في الماتش ده تتمثل في اول حاجه اولا توزيع الجهد يا كابتن عادل صح. المجهود اللعيبه لازم يتوزع على ال 90 دقيقه لان ما ينفعش ان انت تنزل من الاول ضاغط بنتكلم عليها زي مثلا الترجي هناك زي اي فرقه هناك لان ده وضع خاص. انا بص حاطين مين في النص الدايره يا كابتن حشيش كابتن سيد وكابتن يوسف طب مش هيجيبوها بص يوسف مش خلاص يا يوسف بقى يوسف لا هيتمزق يوسف كان يقع على وشه كان يقع على وشه في دي بص هيتمزق كده اوعى الكوبري وخلي بالك اقفل رجليك اتفضل يا كابتن. طبعا توزيع الجهد ده مهم جدا لان الجو صعب جدا ولازم اللعيبه تلعب بنفس الريتم من الاول للاخر وده طبعا متمثل فيه طبعا الخبرات اللي موجوده والخبرات اللي موجوده طبعا هتتمثل لو كان انا ما اعرفش لسه لغايه دلوقتي ظروفهم ايه احمد فتحي طبعا وعلي معلول لو نزلوا طبعا حسام عاشور تفتكر عندهم الجاهزيه البدنيه يا كابتن حشيش؟ بص انا لو انا لو بفكر صح لو ماسك الفرقه مش هلاعبهم الماتش ده من البدايه لان الماتش ده حمل جامد جدا الاكسجين 100% هياثر على العضلات
حمل جامد وارض هتبقى طبعا واحد راجع من اصابه يعني ما لعبش برده مباراه رسميه كابتن طبعا بالظبط عادل وبعدين ابتدي في مباراه هناك هتقابل فرقه كمان الفرقه اللي انت شايفها هنا قليله دي هتلاقيها محرطه هناك تقابل جو غريب 2-0 ومش مش يعني مش هيبقوا على حاجه هيهاجموا وهيضغطوا من البدايه مع الجمهور بتاعهم عارفين قيمه النادي الاهلي وجاي لهم هناك فرصه تاريخيه بالنسبه لهم 2-0 برده قريبه يا كابتن مش بعيده بالظبط 2-0 قريبه ممكن لا قدر الله جون في الاجواء دي قريبه في الاجواء كذلك برده يعني نحاول نقلل قوي من الميس باص الميس باص ده في الماتش اللي زي ده صعب انك تفقد الكوره عشان ترجع تجيبها تاني هتستلزم منك مجهود مضاعف فانت لازم الكره اللي تتحرك مش انت اللي بتتحرك كلاعب الكلام العادي اللي كلنا طبعا اتعلمناه الكره هي اللي بتتحرك كره بتدور في انحاء الملعب انت مش مستعجل على حاجه مامن كذلك اخر حاجه المباراه دي مش مستحمله غلطات وبالذات اخطاء دفاعيه اخطاء دفاعيه بالذات مع طبعا حارس المرمى انا شايف طبعا ان ما شاء الله الثلاث حراس جاهزين وموجودين طبعا الاختيار بقى للمدير الفني هو الراضي قوي انا عايز اكمل بس كلام حشيش لو نرجع للزمن يا كابتن ان احنا مبارياتنا مع اثيوبيا تملي ما فيهاش تفوق يعني مع سان جورج ومع البن الاثيوبي كانت بتحصل على قد يعني تعادل 1-1 2-2 صح ونرجع للزمن كمان لورا شويه هنلاقي المنتخب الاولمبي الكابتن حلمي طولان كان كسب هنا لو نفتكر 5-0 هنا نكسب وبعدين رحنا هناك خسرنا 5-0 ودي كانت يعني كابتن صعب الدنيا كانت في منتهى الصعوبه في الناس انا عايز اقول وكمان يمكن افتكر سيد عبد الحفيظ كان مع منتخب الاولمبي في هذه المباراه يعني واحد من ضمن اللي بيقود النهارده الجهاز الاداري والفني كمدير كوره فدي تذكره مهمه جدا قبل المباراه ان احنا نقول الكلام ده للاعبتنا عشان نفكرهم طبعًا ان المباراه مش كده بنذكر الناس بالمباراه اللي هنا ان احنا كنا بنتالم من ضياع الفرص في المباراه الاولانيه الناس مش ناسيه يعني ان شاء الله ان شاء الله مش هنندم يعني ربنا سهل ان شاء الله